كيف أتحكم في الخواطر التي تمر على نفسي وتتحول إلى أفعال وأجعلها كلها حسنات؟ الخواطر إذا مرت، الخواطر السيئة، خواطر السيئة إذا مرت في خاطرك ورفضتها ولم تعمل بها فإنها لا تضرك ما لم تتكلم وتعمل بها. أما الخواطر الطيبة فهذه طيبة وتؤجر عليها، وإذا نفلتها صار أكثر أجر. من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، ومن هم بها وفعلها كتبت له 10 حسنات كما في الحديث.